الآن جولة في صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم، وبنبدأ من الموقع الإلكتروني لليوم السابع ونقرأ: أكد البيان الختامي الصادر عقب القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدماتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. ومن اليوم السابع لجريدة الوطن، وهذا الخبر يمكن أن كلنا متابعينه هذه الأيام في نشرات الأخبار والخاص بالفعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021. الخبر بيقول: انطلقت فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 اللي بيستمر خلال الفترة من 2 وحتى 17 سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة. وألقى رئيس هيئة التدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، وأكد حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك اللي بيعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على مستوى العالم اللي بيتضمنه حجم كبير من القوات المشاركة. من موقع مبتدا نقرأ: نفذت عناصر من قوات المظلات التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب وعناصر من قوات الصاعقة المصرية التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب، وذلك مع عناصر من القوات الخاصة الأمريكية. استمرت فعاليات هذا التدريب على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقوات المظلات وقوات الصاعقة بجمهورية مصر العربية. ومن مبتدأ نذهب إلى الوفد، وخبر بيقول: أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بينص على إنشاء وحدة تسمى الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف. أعتقد أن دي مهمة جدا، تتبع مجلس الوزراء على طول يعني وبشكل مباشر، ويكون مقرها الرئيس في نطاق القاهرة الكبرى، وبيجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام. ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وده عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها. من الأهرام نقرأ: أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه تقرر إجراء تعديل في مواعيد العمل ببعض محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق المعروف باسم الخط الأخضر. وقالت الشركة في بيان لها إنه تم تعديل ساعات العمل بمحطات عدلي منصور والهيك ستيب وعمر بن الخطاب وقباء لتبدأ من الساعة 6 صباحا بدلا من 5، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 4 سبتمبر وحتى الجمعة 17 سبتمبر. الشركة أرجعت في بيانها السبب في هذا التعديل إلى أعمال الإنشاءات التي تقوم بها الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو. كلام في غاية الأهمية. ونذهب إلى رازي يوسف، وخبر بيتكلم عن المركز الإعلامي اللي نفى ما انتشر من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له أنه قام بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري واللي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعمال، وشددت على أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقا لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية. من الجمهورية نقرأ: أكدت وزارة التموين أنه يجري حاليا إجراء تحسينات على خدمة تحويل صرف البطاقة من محافظة الأخرى على بوابتي مصر الرقمية ودعم مصر، بحيث يتم إجراء التحويل والتفعيل خلال 24 ساعة فقط. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي للسماح للمواطنين المقيمين بمحافظات القاهرة الكبرى، القاهرة والجيزة والقليوبية، تحويل صرف بطاقاتهم إلى محل الإقامة، وذلك في تطبيق قرار فصل نظام صرف التموين والخبز بهذه المحافظات لتصبح كل محافظة مستقلة بنظام الصرف بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وأخيرا نذهب إلى أخبار اليوم. وآخر خبر معنا، أكد دكتور محمد عبد العاطي وزير الري أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وتم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط وتصميم وتنفيذ برامج لميكنة الأعمال وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها وتصميم قاعدة بيانات الأفلام المايكرو فيلمية وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة. وأضاف أن وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط تقوم باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه ورصد التعديات على حرم النهر، دي حاجة مهمة قوي للتعامل معها أولا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة. يعني ده بيتم رصده بالأقمار الصناعية. جميل.